السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي. بإذن الله متابعين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة، كتاب جيم، كتاب باي بيت، كتاب المعاصر، فيديوهات موجودة على القناة. بإذن الله ناخد مع بعض دلوقتي اكسرسايز تدريبات أون فوكابلاري على المفردات من كتاب باي بيت للعام الدراسي الجديد 2024. التدريبات بتاعتنا على الوحدة الأولى بعنوان راوند تاون، حول المدينة، خاص بالدرسين الخامس والسادس، ونحل مع بعض صفحة 64 و65. وأول سؤال معايا خاص بالاختيارات، بيقول هنا نقط is pots، pots اللي هي الأواني، plates يعني أطباق، cups يعني أكواب، etc. إلى آخره. that are made of clay، بتكون مصنوعة من الإيه؟ من الصلصال. الأطباق والأواني والأكواب اللي مصنوعة من الصلصال دي اسمها إيه؟ جورلي، اسمها مجوهرات، ولا باتري اللي هي الأواني الفخارية، ولا جاردنز يعني حدائق، ولا ريفيوز مراجعات. طبعا دي اسمها ايه؟ اسمها باتري، الأواني الفخارية. رقم اتنين نقط is the expensive thing، دي بتكون things يعني أشياء غالية، expensive يعني غالي. people wear، الناس بتلبسها أو بترتديها، such as زي ايه؟ رينج زي الخاتم أو الخواتم، ونكلسس وزي العقد مثلا، اتسترا الى اخره. الحاجه اللي بسعر غالي زي الخاتم وزي العقد دي اسمها ايه؟ جول، اسمها مجوهرات، ولا ود ولا خشب، ولا مد ولا طين، ولا كلي ولا صلصال. طبعا الحاجه الغاليه زي العقد وزي الخاتم اسمها جول للمجوهرات. رقم 3 ايه؟ قران نقط از ا بيريود اوف 100 ييرز، دي فتره زمنيه من 100 عام، 100 سنه، ايج يعني عمر، ديكيد اللي هو العقد ده بيبقى 10 سنين، سنتوري القرن بيبقى 100 سنة، جورني دي رحلة، رحلة طويلة، تمام. طبعا سنتوري اللي هو القرن ده اللي هو بيساوي ايه؟ 100 years، واحد ايه او 100 سنة. رقم 4 بيقول هنا the children، الاطفال play indoors، الاطفال بيلعبوا ايه؟ بيلعبوا بالداخل، تمام. The synonym of indoors، المرادف بتاعها، معنى بالداخل، is inside، inside يعني داخل، beside بجانب، أو side يعني خارج، side يعني جانب. طيب أنا عايزة اللي بتساوي في المعنى indoors اللي هي بالداخل، inside يعني إيه؟ داخل. رقم 5 I disagree، يعني أنا لا أوافق with you، عايز يقول أنا لا أتفق معك، I disagree with you، لا أتفق معك. The word disagree بمعنى أرفض أو لا أتفق. It's similar in meaning to، بتتشابه في المعنى مع إيه؟ agree يوافق، يعني يوافق بتساوي لا يوافق، refuse يعني يرفض، greet يعني بيحيي أو بيلقي التحية، accept يعني يقبل، يقبل حاجة. يبقى disagree يعني أرفض أو لا أوافق، بتساوي refuse يعني يرفض، الاتنين بيساوي بعض في المعنى. رقم 6 it's important to protect our gardens، مهم جدا ان احنا protect يعني نحمي our gardens، الحدائق بتاعتنا. the synonym of protect، المرادف من كلمة يحمي، عايزين معنى يحمي، يحمي يعني ايه؟ love يعني يحب، damage يدمر ويتلف، keep يحفظ ويحافظ على، ولا destroy يدمر او يهدر او يهدم. طيب انا عندي هنا اللي بتساوي في المعنى كلمة بروتك يحمي، كيب يعني ايه؟ كيب يعني يحفظ. بعد كده هنا جايب لي السؤال رقم 7 the view of the Nile، المنظر الطبيعي بتاع النيل، is lovely جميل، منظر النيل جميل. the antonym of lovely، العكس والمضاد من كلمة جميل is، بيكون ايه؟ nice يعني جميل، careful حذر وحريص، useful يعني مفيد، ولا terrible فظيع وسيء، حاجة جميلة وحاجة فظيعة وحاجة سيئة terrible. رقم 8 عمر talks to his teachers، عمر يتحدث إلى المدرسين بتوعه politely، بيتحدث معهم بإيه؟ بأدب. politely is the opposite of، عكسها إيه؟ عكس كلمة إيه؟ impolitely يعني غير مؤدب أو بغير أدب، ولا عندي هنا بغير أدب، هنا ظرف، ولا lovely جميل، ولا carefully بحذر وبحرص، ولا hard اللي بالكاد وصعوبة. طبعا هنا الأوبزيت العكس منها impolitely، بغير إيه؟ بغير أدب. سؤال رقم 9 we add the prefix، إحنا بنضيف
prefix الله البادئة. بنضيف البادئة ايه؟ to the word agree لكلمة يوافق. to give the opposite عشان نحصل او ندي الايه الاوبوزيت العكس. ميس اي ام دي اي اس اي ار طبعا عايزين نقول هنا disagree يبقى دي اي اس يعني لا يوافق. رقم 10 we all like رامي احنا كلنا بنحب رامي. he's very polite ده هو مؤدب جدا. we add the prefix بنضيف البادئه ايه to get the antonym عشان نحصل على العكس من كلمه polite. i am u n d i s i n طبعا عايزه اقول غير مؤدب اسمها ايه اسمها impolite هي لسه جايبها لي في السؤال اللي قبله impolite غير مؤدب. رقم 11 we turn the verb care احنا بنحول الفعل يعتني into an adjective بنحوله لصفة by adding the suffix بإضافة suffix اللاحقة l y f u l i v e o u s طبعا بإضافة اللاحقة ايه f u l بتبقى ايه careful حذر وايه وحريص. بعد كده هنا جايب لي الصفحة اللي قصادها صفحة 65 السؤال رقم 12 بيقول لي هنا to get the noun عشان تحصل على الاسم for a person يعني تحصل على اسم لإيه لشخص who looks after gardens الذي looks after يعني يعتني بالحدائق الشخص الذي يعتني بالحدائق add the suffix بنضيف اللاحقة بنضيف كده إيه لكلمة garden ال ER O R I S T I N طبعا ال ER عشان تبقى gardener اللي هو الايه البستاني او الجنيني. رقم 13 the suffix الايه اللاحقة ايه gives the adverb بتديني الظرف from polite من كلمة ايه مؤدب بتديني الظرف من كلمة مؤدب L Y E R E R Y F U L طبعا اسمها ايه politely politely يعني بأدب. رقم 14 يقول نقط means inside a building يعني داخل ايه داخل مبنى داخل لمبنى هنا او الدور يعني بالخارج او خارجي او الدورز بالخارج دور يعني باب indoors بالداخل. انا عايزه هنا اقول تديني inside a building بداخل مبنى اللي هي ايه indoors بالداخل. رقم 15 we have got someone to plant flowers and trees in our garden احنا عندنا شخص ما بيزرع الايه الزهور والاشجار in our garden في الحديقه بتاعتنا. this means ده معناه we have got ان احنا عندنا ايه governor عندنا ايه محافظ كده او حاكم او ايه او حاكم ولا كاربنتر ولا عندنا نجار بيزرع ولا جاردنر اللي هو البستاني والجنيني ولا جارد اللي هو الحرس او الحارس. يبقى احنا عندنا هنا ايه عندنا هنا جاردنر بستاني. رقم 16 بيقول لي هنا سهى wears nice gold things سهى ترتدي اشياء ذهبية جميلة. this means ده معناه she wears ان هي بترتدي ايه معناه ان هي بترتدي ايه pottery pottery اللي هو الايه الاواني الايه الفخاريه jewelry بترتدي مجوهرات ولا shoes اللي هي الحذاء ولا scarves اللي هي الاوشحه تمام يبقى معناه ان هي بتلبس ايه اي شيء من الذهب اسمه jewelry المجوهرات. رقم 17 this museum contains المتحف ده contains things made of clay بيحتوي على اشياء تم صنعها او صنعت من الايه من الصلصال clay. this means ده معناه it contains ان هو بيحتوي على ايه بقى jewelry بيحتوي على مجوهرات paintings لوحات forests غابات ولا pottery اللي هو الايه الاواني الفخارية معناه ان هو بيحتوي على الاواني الايه الفخارية pottery. رقم 18 this old man هذا الرجل عجوز is 100 years old عمره 100 ايه عمره 100 سنة. this means he has lived معناه ان هو عاش for لمدة ايه or an century عاش لمدة قرن history يعني تاريخ ولا age عمر
ولا year عاش لمدة عام، عاش لمدة ايه؟ a century، عاش لمدة ايه؟ قرن.